اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ معكم كاتيا، واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. بهذا الفيديو راح افرجيكم كيف بتقيس تسارع جاذبية الارض، اوكي، فالكرة الارضية. ففي هذا التطبيق انا كتبته، هو تكبس على شو اسمه على البلاي ستور بالاول، اوكي، بالبلاي ستور بتدور على هذا التطبيق، اوكي، وبعدين بنفتح قبل بعدين بتفتحوه، اوكي. هلا ممكن يعمل معك كراش، اذا عمل معك كراش اهم شيء قبل ما تفتحه، بعد ما يركب يعني، قبل ما تفتحه بتكبس هون، اوكي، فيك تعملها بعدين ساعة ما بدك هاي، بس المهم انه تنفذ هذه الاشياء بالاعدادات. فبتدور وين فوق بالضبط تبع النظام، اوكي، بدور وين التطبيقات نازلين، لستة التطبيقات، فوت على الابس هون، بنزل، اوكي، وبدور تحت عند حرف الجي على جنرال انجينيرينج اسم التطبيق تبعنا، اوكي، هي ماشي، هذا هو ماشي. هلا بروح انا بكبس عليها وبنزل عند السماحيات او البيرميشنز، بالانجليزي اسمها بيرميشنز، تمام. فبنزل تحت، هي هاي البيرميشنز، شايفينها كيف هون، هاي بيرميشنز، اوكي. هلا الصلاحيات الموجوده هون كلياتها بتفتحهم، وما تخاف ما في شيء، لا رح اسرق منك معلومات ولا شيء. البرنامج اصلا هو كله على بعضه برنامج شو اسمه يعني، حسابات، بس حسابات زي الآلة الحاسبة، اوكي. بس انت بدل ما انت يعني بدل ما تكون انت تحفظ العمليات الحسابيه مكتوبين جواتها باستمارات، انت عليك بس تعبي. وال شو اسمه يعني، في اشياء محتاجينها من التليفون عشان مثلا بدي ابعث لك نتيجه الحساب بالاس ام اس او شيء، اوكي. وفي عندنا كمان ستورج مشان نحفظ العمليات الحسابيه او النتائج اللي عملناها سابقا، طيب، انه بدنا نخزن النتائج، اوكي. طيب هلا اللوكيشن هو العامل الاساسي في انه كيف نحسب هذا، نحسب شو اسمه تسارع الكره الارضيه. هلا هي بيكون يا بكبس من هون، يا مثلا بتبين ايقونته، فبتبين عندك هي الايقونه هي هون، بتكبسها، تمام، بيفتح البرنامج، تمام. هلا مستنى شوي عبين ما يقلع، اوكي. ننزل تحت عند ميكانيكال انجينيرينج، اوكي، واللي بده يشوف باقي الاشياء في البرنامج، تمام. نفوت هون، هي مطرح صوره الفيل اللي عم بيسقط، وهي مكتوب بالهذا الايقونه انه جرافيتيشن اكسلريشن. شو هي الجرافيتيشن اكسلريشن؟ هو بتجي من عندك ان الوزن تبعك بيساوي الماس اللي هي الكتله، عندك الويت الوزن بيساوي الماس اللي هي الكتله ضرب الجي، والجي هي اللي بدنا نجيبها. هلا هاي الجي ما بتنجاب من خلال انه ويت وماس، بتنجاب من خلال شيء بنسميه شو اسمه يونيفرسال جرافيتيشنال كونستانت، اوكي. في عامل رقم ثابت عالمي كوني، اوكي، للجاذبيه، هو عامل هذا بنستعمل. طيب هلا بنجي وبنكبس على هذا، تمام. تنساش تفتح اللوكيشن بالتليفون من فوق، اوكي، تفتح اللوكيشن سيرفيسز، خدمات الجي بي اس نفسها، اوكي، هي اللوكيشن سيرفيسز يعني هاي، تمام، الدمعه هاي اللي شايفينها شكلها شكل الدمعه، تمام. بتفتحوها بتدوروها. هلا شو بنيجي بنعمل نحن؟ هلا يا لك يا بتدخل هون انت ارتفاعك عن سطح البحر، اوكي، يدويا مثلا انا على 100 متر، اوكي، فبس اكبسها، اوكي، بطلع لي رقم تحت، شايفين كيف؟ هي نعمل دن، اوكي، بكبس لي بطلع لي، عرفت كيف؟ طيب هلا وهي بتطلع دائما 9.8 شيء دائما هيك، تمام. انا تقريبا على 100 متر ارتفاعي او اعلى شوي. هلا اذا بدي اخذها من الجي بي اس مباشره، لان الجي بي اس ممكن يعطيني الارتفاع تبعي، فبكتب بكبس هيك وبفوت على ثاني وحده يوزنج التيتيود من جي بي اس. البرنامج مش مترجم، اوكي،
فهي بصير يعطيني اياها من الجي بي اس تبعتي، حتلاحظ انه بس اعمل دون اوكي، بس اعمل دون هيك اخبيها اوكي، فبتلاقي دائما بيعطيك الجي هي ثاني شيء تمام. هلا لما باجي انا بعمل هيك وبدي اياها كمان اضيف عليها كمان موقع عن هيك بتصير ادق اكثر، استعمل كمان ال اللاتيتيود هو اللي خط العرض اوكي، باجي بعمل هيك وهذه تمام. هلا تلاحظ دائما 9.8 هذا الرقم اللي دائما انت كنت في المدرسه بالثانويه دائما تستعمله اوكي. ف شو اسمه يعني هذول هن، فدائما بضلك تلاقي 9.8. بالمدرسه كانوا يعطوكم اياها 10 اوكي، كانوا يعطوكم اياها 10 لسهوله الحساب مش لاجل شيء ثاني، مع انه غلط يعني اوكي، ولازم 9.8 مثلا 1 او 2 او شيء اوكي، فبكون هيك الحساب الصحيح السليم. هلا انا بمنطقتي 9.80 والخ. هلا ليش هاي الالخ؟ هاي لانه احنا بدخل بالحسابات الساين والكوساين وبعض المطارح حسب ما كانك على الكره الارضيه الزاويه اوكي، بالنسبه لخط الاستواء بيفرق معك تمام. ف ما بعرف ناس بدخل فيها الكوساين يمكن اكثر للزوايا. المهم اذا انت وصلت على زاويه مثلا كوساين 30 اوكي، بصير تفوت فيها جذر تربيع، بصير راديكال 2 اوفر 2 زي ما بتذكر جذر تربيع تبع 2 تقسيم 2، بتاخذ جذر تربيع كله وبتقسمه على 2 اوكي، تبع 2 يعني راديكال جذر تربيع تبع 2 شو ما بيطلع تقسمه مره ثانيه على 2 بتاخذ نص الجذر التربيع تبع 2 يعني كله هو 0.7 شغله اوكي. طبعا ممنوع الساين والكوساين يعدوا الرقم واحد تمام، يا لا بالزايد ولا بالناقص، لا بتروح بالسالب ولا بالموجب، ممنوع يعدي الرقم واحد، هي طبيعي يعني اوكي، دائما بين الصفر والواحد كعدد يعني رقم مجرد اوكي بدون الاشاره اوكي. فهي عم نشوفها هيك، طبعا لازم اوقف برا انا اساس القط انطنات الجي بي اس برا بالفضاء اوكي، اطراف الغلاف الجوي اوكي. فهي جي بي اسات يعني نظامها كمان مايكروويف، يعني ممنوع تقعد جوا بقلب ال بالبيت اوكي، والا بتلقطش اوكي، ما بتلقط خط من الجي بي اس اوكي، بتلقط اشاره من الجي بي اس منه الراديو يعني تمام. تقريبا نظام مايكروويف حسب علمي اوكي، لانه اذا ما كان مايكروويف يعني ما بتحدد الامور بشكل دقيق، عرفت كيف؟ طيب فهيدي هي هيك بنحسب وبنقيس الجي تاعتنا تمام. وهي القواعد زي ما شايفين قواعد رياضية مكتوبة في هذا اوكي، فهي اوكي ففيكم تقروهن تمام. وشو اسمه وبس، هذا كل شيء اوكي، ونشوفكم ان شاء الله، وحط كل حبشت قناة اليوتيوب لايك وسبسكرايب وما شو اذا حبيت تتابع كل شيء من جاي عندنا قناتنا تمام، والسلام.